والله يا أخي بعد العمر هذا نفسي أرتاح. يا حب الدنيا ما في، الحمد لله. أنا بهالسن هذا بلا مؤاخذة 64 سنة اشتغل 12 ساعة وما في ما في معين غير رب العالمين. نفسي إنه أرتاح. أنا أبو رمزي السوري. أبو رمزي السوري. نعم. اختصاصي حلويات شرقي. حلويات شرقي نعم. بشتغل حلويات، بشتغل كنافة، بشتغل بقلاوة، بشتغل كولاج، يعني آيس كريم. ممكن طبخ، يعني في عندي أكلات طبخ، في عندي محشي، في عندي كبة مشوية، كبة مقلية. يعني في عندي كتير عدة شغلات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما شاء الله. أبو رمزي بعدك تحكي لي حكايتك كده، أنت بقالك قد إيه في مصر ونزلت مصر من إمتى؟ وليه ليه 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 سبت سوريا ونزلت مصر؟ أنا سبت سوريا بسبب الحرب. جيت على مصر بسبب الحرب، الأمان، جيت على الأمان. الحمد لله رب العالمين، يعني جينا لهون أمان بس عانينا كثير. عانينا كثير بشكل. اشتغلت صانع بهالسن أنا هذا بمطعم 1200 جنيه 12 ساعة. واشتغلت بمحل تاني كمان حلويات كمان شرحه 12 ساعة كمان 1500. وهون الله بعت لي هذا الراجل عم يشغلنا هلا هون يعني 12 ساعة. بس الحمد لله رب العالمين عم ناكل ونشرب يعني وعم نسكر آجار محل وآجار بيت والحمد لله. ما في مساعدة غير رب العالمين. أنت أول ما نزلت كنت نازل لوحدك، ما كانش معك حد؟ أنا نازل أنا وعيالي، وبعدين كل مين راح شق طريقه، مفصولين عن بعضنا البعض. نعم الحمد لله رب العالمين. بس أما المعاناة كبيرة، شقاء لا بقى. ما فيش حد مثلا كان سوري واقف جنبك هنا؟ لا لا لا، هون بالمقطم السوريين قليلين، وكل إنسان يعني الناس كلها تعبانين. السوريين هون أغلبهم اللي جايين تعبانين. يعني ده كان في البداية بقى، احكي لي بقى يعني بالبداية. نعم. بعد كده بقى يعني انت بتقول 12 سنة في مصر، يعني احكي لي بقى على الظروف اللي انت مريت بيها عموما في ال 12 سنة دي. مريت مثل ما قلت لك، اشتغلت صانع بمطعم، واشتغلت صانع بحلويات، واشتغلت يعني اشتغلت بعدة محلات. تعبت كثير كثير، تعبت مش ايد. انا بهالسن هذا بلا مؤاخذة 64 سنة اشتغلت 12 ساعة وما في معين غير رب العالمين الحمد لله. فتحت بقى المشروع الخاص ده، قول لي بقى لك كم سنه هلا هون صار لي تقريبا هون بالمقطم فاتح هذا المشروع ست سنين. نعم ست سنين فاتحه والحمد لله رب العالمين. يعني عايشين، اجار بيت اجار محل. ليه فكرت في المشروع ده تحديدا؟ انا مصلحتي هي من سنه الاربعاء يعني 75 76 هي مصلحتي الاساسيه. هي شغلانتك الاساسيه؟ نعم مصلحتي الاساسيه. نحن 8 اخوه، 6 بيشتغلوا بهالمصلحه هي. حلاوة الجبن، آيس كريم، شرقي، يعني طبخ، مختصين بهالأمور هاي الحمد لله رب العالمين. عايشين. أول سنة فتحت فيها المشروع كان فيه إقبال ولا كانت الدنيا الأول صعبة وكده؟ كانت خسارة. احكي لي بقى. قضيت سنتين ثلاثة على خسارات. يعني أجار محل، صانع، أجار محل، صانع، وأخسر. والله يا أخي خسرت كثير الحمد لله رب العالمين. أما هلأ الأمور يعني بهالشغلة الغلاء السكر والسميد والكذا شايله بعض البعض. دايما السوريين معروفين اللي هم شاطرين في موضوع الحلويات والاكل عموما. لقلك حاجه، ازاي عرفت تتميز حتى على الناس السوريه الثانيه اللي موجوده في مصر؟ الشعب المصري بحب السوري، بحب الاكل السوري، بحب الكنافه السوريه. يعني ما بخبي عليك بيتعاطفوا معنا كثير من الشعب، بيتعاطف معنا والله يا اخي. يعني بال180 بيتعاطفوا معنا انه هذا سوري غريب، هذا كذا هذا كذا، بيتعاطفوا معنا. في كثير ناس طيبين جدا والله يا اخي، وقفوا معنا يعني الحمد لله رب العالمين، وقفوا معنا وقفه حلوه. يعني انا مرات بظروف والله ايام اقسم بالله ما معي 100 جنيه وعزه رسول الله، وهي شغله من قريب يعني من شهر ونص. الله بعث لنا شخص زبون يشهد الله يا اخي، وقف هنا الحمد لله رب العالمين، فضل علينا يشهد الله يا اخي. مصري من المحترمين، الناس المحترمين، كلنا اخوه في الاول والاخر الحمد لله رب العالمين. الشعب المصري طيب يا اخي، وعزه رسول الله طيب ومحترم، وبيرضى باي حاجه، باي شيء بيرضى، لا اله الا الله. ليش بيقول لك هذا سوري غريب، هذا كذا هذا كذا؟
هو اللي احنا صحيح سوري بس الحمد لله اولاد يعني عرب، كلياتنا مسلمين وكلياتنا عرب يعني، وبطل وطن واحد طبعا. والله وطن واحد يا اخي. ما شاء الله شايفين انواع كتير قوي عندك. قول لي بقى ايه اكتر حاجه بتميزك عموما؟ انا بتميزني الكنافه بالجبنه. الكنافه بالجبنه، الكنافه بالقشطه بتميزني، هي مطلوبه اكثر شيء الكنافه بالجبنه. احكي لي بقى عنها اكتر، انت بتسويها ازاي وبتعمل ازاي؟ بنجيب الكنافه من معامل خاصه، بنشيلها بنحطها بالفريزر للتخزين، بنمدها بالطباق، بنحط لها الجبنه، بنحط لها الكريمه، بنسكرها بالوش الثاني بالكنافه، بعدين بنحطها على الفحم بس نستوي نقلبها، بنحط لها عسل، بنقطعها بنحطها بالطبق، بنقول للزبون تفضل شكرا على ثقتكم فينا. هسألك سؤال برضو، هل اولاد حضرتك، هل في حد مثلا بيساعدك ولا انت اللي بتصرف على نفسك؟ لا انا ما في عندي حدا بيساعدني، ما عندي حدا بيساعدني لا والله، اني اولادي كلهم بالغربه يعني، لا مساعده من قبل اولادي لا ما في. انت يومك ما بيمشي ازاي؟ قول لي، لا بتيجي من هنا الساعه كام وبتخلص الساعه كام؟ انا بيجي لهون الساعه 10 11 12 11 12، بخلص الساعه وحده، بخلص وحده يعني، لو بنروح اكل لقمه وحط راسي ونام بدون حركه. نفسك فيها ابو رمزي؟ نفسي انه ارتاح والله يا اخي، بعد هالعمر هذا نفسي ارتاح، بس يا احب الدنيا ما في، الحمد لله نفسي ارتاح بس ما في. ان شاء الله خير الحمد لله. نفسك مثلا مكان تقف فيه يكون كويس؟ ايه بس بعد العمر هذا بلا مؤاخذه ما عاد في شيء يا اخي، ما والله ما عاد في عندنا طموح ان شاء الله، بعد الامور هذا بعد العمر هذا ما عاد في طموح يعني، نفسه نرتاح ان شاء الله يا اخي، لا انت ولا اقل والله يعني. ورياحه بالدنيا ما في الحمد لله، بس ما شاء الله الناس في المقطم هنا بيحبوك دايما. اي والله معروف يعني. معروف هنا والله اقسم بالله يعني، بلا يعني يمكن استغفر الله يمكن 100 واحد 200 واحد بيمروا ابو رمزي ما بعرفهم ان شاء الله يعني، يعني الحمد لله رب العالمين، بيجي بالشارع بروح على البيت بالليل، هذا ابو رمزي هذا بياخذني بالتيك توك ببلاش والله يا اخي، هذا بكون طالع من البيت ابو رمزي ابو رمزي تعال اطلع معي ابو تكاتك كثيرين كلهم بيعرفونا يعني الحمد لله رب العالمين. وده طبعا بسبب اصلك الطيب الحمد لله رب العالمين، تعاملك مع الناس والله لا والله يا اخي الحمد لله يعني، بس اما مثل ما قلت لك الشعب طيب صحيح، شعب يعني وضعه على قده بس طيب يشهد الله يا اخي. الحمد لله رب العالمين الحمد لله.